مواصلة المجهودات المبذولة من طرف وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من أجل بسط الأمن والسكينة العمومية ومكافحة كافة أنواع الإجرام، واستغلالا لمعلومات مؤكدة تحصلت عليها فرقة الأمن والتحري بمزلوق مفادها وجود مستودع يحتوي على كمية هامة من مادة الشمة المقلدة، وبعد الحصول على إذن التفتيش عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين والمن تم مداهمة هذا المستودع، أين تبين بأنه عبارة عن ورشة سرية غير شرعية لصناعة مادة الشمة المقلدة. كللت هذه العملية النوعية بحجز كمية معتبرة قدرت ب 1200 علبة كرتونية، كل علبة كرتونية تحتوي على 200 كيس أي بإجمالي 240 ألف كيس من هذه المادة، كل كيس بوزن 40 غرام، الوزن الإجمالي لهذه المادة المحجوزة قدر ب 95 قنطار بقيمة مالية حوالي 600 مليون سنتيم أي 6 مليون دينار جزائري، هذا بالإضافة إلى حجز المعدات والتجهيزات التي كانت تستعمل من طرف هذه الورشة الغير شرعية المشتبه به في القضية، أعد في حقه ملف قضائي جزائي.